اهلا بابي فيديو جديد. معكم رضا على قناه روتويلر بيديجري اكادير. في الحلقه السابقه علمنا لك البيدير او بي ويجلس على الجانب اليسار ديالنا. في هذه الحلقه غادي نعلموا الخطوه الثانيه اللي غادي نتمشاو وفي نفس الوقت غادي يدير او بي وما يبعدش علينا. كلشي هادشي على الجانب اليسار ديالنا. وبلا ما نوصيكم كيف العاده الكلب خصو يكون ما واكل والو باش يكون مركز معاك. وهاد المره غادي نحتاجو السمطه لاليس باش يخدم معنا باش ديما يكون متبعنا، ماشي مره كيمشي بعد علينا مره ديما كاين بحداك وكتخدم معاه. داكشي اللي خدمنا معاه في الاول كنعاودو كنخدمو معاه، ولكن هاد المره غادي نديرو معاه لاليس كيف قلت لكم. كادرو او بي هاسي سي بيان هاد لاليس خصها تدور عليك. كادرو او بي يلا اسي كتشد ليه العباره خويا بهادي، كتشد يديك هنا وكترجعو اللور العبار ديالك يكون مقاد معاك معانا. شتي بالنسبه للريكومبونس ولا المكافاه كنخدمو معاه اخوتي بالكاشير كما كتلاحظوا هنايا. كدير كاشير في يديك كيبقى الكلب كيلحس كيتمشى معاك جوج خطوات كيطلق ليه واحد الحبه مثلا بحال هكا. كدير يديك هكا وكتطلق ليه حتى غادي وكتلطيه بحال هكا وكتلطيه. شوفوا معنا شوف او بي او بي او بي وقف كطلع يديك الفوق كيجلس او بي او بي سي بيان. وديما شد العبار بهادي ويديك ما تفوتش هنا قديمة حداك او بي او بي بي. بقى شي الكاشير تقدروا تخدموا معاه بحال هكا برجلين ديال الدجاج، حيدوا ليهم الضفار كما كيبان لك والكلب راه غادي يخدم معاك عادي. الا كان الكلب صغير من الاحسن دير الكاشير. في الاول ما تبقاوش تمشيو بالزربه، مشاو غير بشويه بما كيولف معاكم الكلب المشيه ديالكم، ماشي تبعوا على المشيه ديالو هو يتبعك على المشيه ديالك اخويا. اوكي بما كتشوفوا الكلب دار معاكم او بي مزيان هو كيتمشى غادوزوا ليه المنحرة اللي كتجري به شويه بشويه. الماكله بيديك اليسريه كيف العاده كتشد لاليس هنا بيديك اليمنيه او بي او بي او بي او بي او بي او بي اوبي 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 اوبي. من بعد ممكن تعلم الكلب كلشي دوك المراحل اللي شفتوهم دابا كتجيو كديروا المونتاج كتجي كتجمع كلشي داكشي كما غتشوفوا دابا. هادرو او بي او بي يلا او بي او بي او بي او بي او بي او بي اوبي زيد اوبي 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 اوبي
ضروري مره بقى يفوتكم الكلب، ولكن مع الدوام غيتقل. السلام عليكم فان، كنتمنى دير سبسكرايب. سواء كنتي هنا تدمر الخريطه، غادي تعلم معنا في روتويلر بيديغري اكادير. الى عجبك الفيديو دير لايك، ما عجبكش دير لايك، شي كومونتير زوين. وكان معكم رضا بنز، تشاو.